Her Royal Highness Princess Sumaya bint Al Hassan, His Excellency the President of the Hashemite University, Prof. Dr. Fawaz Abdel Haq Lisboon, will open this ceremony. Your Excellency, the President of the Hashemite University, Prof. Dr. Fawaz Abdel Haq, Your Excellencies, distinguished guests and speakers, colleagues and beloved students, good morning to you all. My name is Gubna Rawashda, a faculty member at Hashemite University, and I will be your hostess for today, inshallah. It's my great pleasure to welcome you all at the opening ceremony of the 18th Jordanian Chemistry Conference and Exhibition, which is hosted by the Hashemite University in collaboration with the Jordanian Chemical Society. This conference is a forum for knowledge exchange, networking, and innovation. So thank you for traveling near and far to attend our event. In the beginning, I would like to invite the conference chair, His Excellency, Prof. Dr. Khalid Abedin, to give the conference opening speech. Please join me to welcome His Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Mursaleen. عطوفة الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون مندوبة راعي الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة أصحاب السعادة والعطوفة الضيوف الأعزاء الزملاء والزميلات نواب رئيس الجامعة والعمداء الأكارم أبنائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم اليوم باسم الجامعة الهاشمية ترحيباً يحمل في طياته اسمها ويليق بحضراتكم ويكافئ ما تجشمتم من العناء في سبيل المشاركة في فعاليات المؤتمر الكيميائي 18 والذي يعقده قسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة الهاشمية بالتعاون مع الجمعية الكيميائية الأردنية. يأتي انعقاد هذا المؤتمر استمراراً لمسيرة العطاء والإنجاز في الجامعة وتأكيداً على رفض الوطن بأجيال من الشباب المتميزين في شتى ميادين العلم والمعرفة وبمشاركة خبراء ومختصين من الدول العربية والصديقة ليعبر عن طموح الجامعة لجمع العدد الأكبر من الباحثين والمختصين الأكاديميين والصناعيين للتدارس حول آفاق الصناعات الكيميائية والدوائية وذلك لفهم الطموحات والتحديات وربط الصناعات في هذه المجالات بمراكز البحث العلمي في مختلف الجامعات. إن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه قد أولى العملية التعليمية الاهتمام الذي يستحق سعياً للوصول إلى درجات التميز والاحتراف ويتجلى ذلك من خلال الورقة النقاشية السابعة لجلالته حول البرامج والخطط التعليمية والأهداف فكانت خير مرشد وخارطة طريق للعملية التعليمية في الأردن. أيها الحفل الكريم، لقد دأبت الجامعة الهاشمية ومنذ نشأتها على السعي لتنمية عقول الطلبة وبناء قدراتهم وإكسابهم المهارات والأدوات الأساسية التي تمكنهم من الابتكار والإبداع والتعامل مع العالم المتغير بكافة تحدياته. فكانت العناية بالإنسان ثقافة وسلوكا وعلما مفتاح النهضة المجتمعية في وطننا العزيز مستلهمين العزم والقوة من راعي المسيرة وحادي الركب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
ومن هنا وأنا أعتلي هذه المنصة أود أن أؤكد على أهمية الموضوعات التي سيتناولها المحاضرون من العلماء والخبراء والضيوف في أوراق عملهم المقدمة في المؤتمر الكيميائي 18، حيث يعد هذا المؤتمر فرصة لالتقاء الخبرات الكيميائية في مختلف الجامعات لمناقشة آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية من مختلف الجامعات في مجالاتهم البحثية المختلفة في الكيمياء، وفرصة لتبادل الأفكار وتنسيق المشاريع المشتركة بين الباحثين وطلبة الدراسات العليا، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه خريجي الكيمياء وربطها بمتطلبات الصناعة المحلية وسوق العمل المحلي والعربي والعالمي. يهدف المؤتمر إلى توفير منصة تفاعلية لمد جسور التعاون والمعرفة بين أقسام الكيمياء في مختلف الجامعات المحلية ومع الدول الشقيقة وعلى المستوى الدولي، لتبادل الآراء وإيجاد الحلول وتعزيز أواصل التعاون بين الباحثين الأردنيين والعلماء من الدول الشقيقة والصديقة، وربط البحوث العلمية مع احتياجات الصناعة في مختلف القطاعات، وتعريف المجتمع الأكاديمي بالمشاكل التي تعترض الصناعات الكيميائية في الأردن، وذلك لتحقيق المزيد من التقدم العلمي والاقتصادي للمجتمع. أيها الحفل الكريم، من أهم المحاور التي يسلط المؤتمر الضوء عليها الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء البيئية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء الطبية والصيدلانية، الكيمياء الصناعية، كيمياء المبلمرات، والعلم الجديد الكيمياء الخضراء. ضيوفي الأعزاء، إن انعقاد هذا المؤتمر في الجامعة الهاشمية التي اعتادت التميز ولها بصمتها على خارطة التعليم العالي الأردنية يأتي تتويجاً لنشاطات قسم الكيمياء الغني بالكفاءات العلمية التي تخرج أصحابها من أفضل الجامعات العالمية، وكما ينسجم هذا مع ما توليه جامعتنا وبدعم مطلق من عطوفة الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق زبون رئيس الجامعة من عظيم اهتمامها بالبحث العلمي للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي والنهوض بدور الكيمياء والكيميائيين وأهميتهم في المجتمع، حيث تم مؤخراً زيارة وفد من الجمعية الكيميائية الكندية لتقييم طلب الحصول على اعتماد برنامج البكالوريوس في الكيمياء بالجامعة الهاشمية. ونرى يقيناً أن المؤتمرات العلمية التي يتم فيها الاطلاع على تجارب وخبرات ومعارف جديدة هي واحدة من أهم المصادر تكوين المعرفة لدى العاملين والباحثين، ونؤكد أن الجامعة الهاشمية ستظل وفية للحفاظ على إرثها الحضاري الزاخر والعلمي المتقدم. ضيوفي الأعزاء، لقد تم تحكيم ملخصات الأبحاث المقدمة في هذا المؤتمر من قبل لجنة علمية ضمت نخبة من أساتذة الكيمياء في الجامعة الهاشمية وشقيقاتها الجامعات الأردنية كافة، حيث تم قبول 28 بحثاً منها للإلقاء و33 بحثاً للعرض من خلال الملصقات، بالإضافة إلى
محاضرات المتحدثين الرئيسيين في الجامعات في المتحدثين الرئيسيين وجلسة حوارية عن التقاطع بين مخرجات تعليم الكيمياء في الجامعات الأردنية والصناعة والابتكار وريادة الأعمال، علماً أن المشاركين هم من فلسطين، سوريا، الإمارات العربية المتحدة والمغرب الشقيق، ليبيا، الكويت، إضافة إلى المتحدثين الرئيسيين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والبلد المضيف المملكة الأردنية الهاشمية. وفي النهاية أسأل الله للجميع التوفيق والنجاح في هذا المؤتمر وأن يحقق الأهداف المنشودة التي يعقد من أجلها، وأن يخرج بتوصيات واضحة لها تطبيقها العملي في كافة معتركات الحياة ولبناء النهضة الشاملة المنشودة لوطننا الغالي تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده المحبوب، راجياً لكم التوفيق في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Has 30 unique majors in higher education levels, master and doctorate degrees. It has 18 advisory and science centers. The university provides a suitable environment for learning and education, building integrated students' personalities and unleashing their creative talents. It has various libraries, advanced laboratories, and creative spaces such as theaters, art studios, sports halls, swimming pools, and many service facilities such as restaurants, centers with halls for intellectual and entertaining seminars, and centers for exploring, training, and preparing for the labor market. A lot of international students come to the university. It includes students from 30 Arabic and foreign nationalities. They develop friendships with the national students, allowing the latter to explore new cultures and experiences. The Hashemite University dedicated a division for international students. It has employees to serve them. It provides ideal housing for female students with transportation, perfect studying atmosphere, shopping trips, entertainment, internet services, university security, etc. The Hashemite University takes care of the students who may face different difficulties. So the university has well prepared its buildings and facilities to facilitate movement and access. It has made sure to integrate them into the university environment. The Hashemite University is generally accredited by the Jordanian Accreditation Authority. It has obtained international ABAT accreditation for all engineering majors and some information technology majors. The Faculty of Medicine has also been internationally accredited and included in the Avicenna Directory. Many other majors in other faculties have also obtained international accreditations. The Hashemite University always provides the latest advanced technologies in education and training in order to provide students with opportunities to practice training professionally, making them able to engage in the labor market with the highest readiness. The Hashemite University has established the Smart Campus, creating smart classrooms, and provided all its buildings with a Wi-Fi network, in addition to designing interactive e-learning platforms to give courses remotely. The Hashemite University continues developing and founding specific programs and specialties that meet societal needs and keep pace with scientific and technical developments. It has offered master's programs in crisis management, therapeutic nutrition and food safety, and bachelor's degree in digital marketing in the Faculty of Economics, the largest faculty in terms of the number of majors and students. The university has an advanced ranking in many of the most prestigious international classifications. It is working according to an ambitious plan for further progress in these classifications, parallel with building a broad international network to achieve its motto. From locality to globality.
صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن مندوبا عنها عطوفة الدكتور الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق رئيس جامعة الهاشمية. سعادة الأستاذة موزة سيف مطر الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب. سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الموسى رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. نائب الرئيس أستاذنا العظيم الدكتور خالد أبو التين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر. سعادة الأساتذة أعضاء لجان المؤتمر اللجنة الاستشارية والعلمية والتحضيرية الكرام. الجمعية الكيميائية السابقين الكرام ضيوف مؤتمرنا الأساتذة السيدات والسادة وطلابنا الأعزاء وأعضاء الهيئة العامة للجمعية الكيميائية الأردنية السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتاعوا فقالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم. صدق رسولنا العظيم. نعم فإنها لأبرك السعادة الساعات وخيرها هذه الذي نلتقي بها اليوم مع هذا الجمع الغفير من العلماء من كافة الدول المشاركة وعلى رأسهم صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيسة الجمعية العلمية الملكية. فاسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا برعاية صاحبة السمو الملكي مندوبا عنها الأستاذ رئيس الجامعة الهاشمية والتي أثرت سموها من خلال ترأسها للجمعية العلمية الملكية مسيرتها الحافلة بالعطاء حتى أصبحت مركزاً مرجعياً للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا لإجراء البحوث العلمية التطبيقية وتقديم جميع الاستشارات والخدمات الفنية وذلك عن طريق حشد الطاقات العلمية والبحثية في المملكة والوطن العربي وربطها مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لخدمة التنمية في الأردن حيث تسعى سموها إلى تعزيز منظومة العلوم والتكنولوجيا محلياً وإقليمياً وعالمياً حتى غدت الجمعية اليوم أكبر صرحاً علمياً يهتم بالبحث العلمي التطبيقي وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية في الأردن. فشكراً سيدتي على تكرمكم برعاية مؤتمرنا هذا وشكراً لمندوبي سمو الأميرة. أما الجامعة الهاشمية حاضنة أعمال المؤتمر الكيميائي الأردني 18 فلها منا كجمعية جمعية كيميائية أردنية كل الشكر والتقدير على جهودها الكبيرة في حسن تنظيم فليس غريبا عليها وهي ما تسعى دائما على التميز ولها بصمتها على خارطة التعليم العالي الأردني والإقليمي والعالمي والتي خلال مسيرتها التي امتدت سنوات ساهمت في تعليم أفواج في شتى مجالات العلوم والمعرفة ومن بينها مجال مؤتمرنا الكيميائي هذا. ويأتي مؤتمرنا هذا انسجاما مع التوجيهات الملكية وخطابات سيدي صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في ضرورة التشارك والتشبيك بين كافة المؤسسات الوطنية ونقل التجارب العالمية الرائدة في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا فكان هذا المؤتمر انسجاماً عفواً منسجماً مع هذه التوجيهات وتتويجاً لنشاطات جمعيتنا الكيميائية الأردنية بالتعاون مع كلية العلوم في هذا العام في الجامعة الهاشمية والتي بذلت مشكورة كافة الجهود بإنجاح فعاليات هذه المؤتمر فشكراً لكم أسرة كلية العلوم والجامعة الهاشمية على هذا التفاني والإخلاص في العمل. السادة الكرام إن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه بشيء يشكل خلاصة علم وخبرات وتجارب للعلماء الكيميائيين المشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية فأهلاً وسهلاً بكم. ففيه سوف تعرض الأوراق العلمية إن شاء الله لآخر ما توصلت له الأبحاث الكيميائية في مختلف أصنافها وهي فرصة جيدة وممتازة للالتقاء بين العاملين في المجال لتبادل الأفكار وفرصة لطلابنا الأعزاء للاطلاع على أحدث الأبحاث وتنسيق الأبحاث المشتركة وتوضيع العلاقات بين مختلف المؤسسات المعنية وهنا لا يسعني إلا أن أدعو الله أن تبذل كافة الجهود
لتحقق الغايات المنشودة من عقد مؤتمرنا هذا. الحضور الكرام، لقد تشرفت برئاسة الجمعية الكيميائية الأردنية للمرة الثانية، وأجد علي لزاماً على أن أقدم وعلى عجلة نبذة عن جمعيتنا العظيمة، وهي التي تأسست قبل قرابة 4 عقود لتوثيق العلاقات البينية للكيميائيين الأردنيين من ناحية، وعلاقاتهم مع زملائهم العرب من ناحية أخرى. ونرحب بأمين العام الاتحاد الكيميائيين العرب الأستاذ موزي، شرفتينا. كما تهدف إلى تعريف المجتمع بدور الكيمياء في تطوير المجتمعات العلمية والصناعية ودعم البحوث العلمية الكيميائية، وبالطبع تقديم استشارات علمية وفنية في مجالات علم الكيمياء والعلوم. وتختزن نشاطات جمعيتنا في 5 محاور، وقد تمتد أكثر، ولكني هذا ما أردت أن أتحدث فيه هذا اليوم. الأول، المحور الأول، هي النشاطات الدورية كمؤتمرنا هذا التي تعقد كل عام أو كل عامين، والأولمبيات الأردنية والعربية لمدارس المملكة وغيرها. ونعقد نشاطات أخرى طوال العام بشكل دوري، من دورات ومن تدريبات لطلبتنا ولخريجنا. والمحور الثاني، بناء القدرات من خلال التدريب وعقد الورشات العمل من ناحية أخرى. والثالث محور هو التوعية، وهو أعتقد من الأهم، التوعية الكيميائية للمجتمع وأهمية الكيمياء وتشجيع طلبتنا والجيل القادم على دراسة الكيمياء وأهميتها. أما رابع محور هو توثيق العلاقات الاجتماعية، وقد يكون مؤتمرنا هذا بابا من هذه الأبواب. وأخيرا، دعم العمل العربي الكيميائي المشترك كانضمامنا السابق، والفضل يعود إلى أستاذنا سلطان أبو عرابي. أهلا وسهلا فيك دكتور. من خلال انضمامنا للاتحاد الكيميائيين العرب من فترة طويلة، وانضمامنا إلى اتحاد الكيمياء البحثي والتطبيقي العالمي بما يسمى الأيوباك، وأيضا انضمامنا إلى الاتحاد العالمي الأسيوي بما يسمى بالفاكس. في الختام، لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى كل من قدم جهده ووقته لإنجاح فعاليات المؤتمر. فنشكر صاحبة السمو الملكي لرعايتها هذا المؤتمر، مندوبا عنها رئيس الجامعة طبعا، والتي أضافت له أهمية فوق أهميته. وشكرا لرئيس الجامعة الهاشمية لدعمه المتواصل اللامحدود لعقد هذا المؤتمر. أما كلية العلوم ممثلة بعميدها وأستاذها، فعميدها أصبح رئيس على أيام المؤتمر، أصبح نائب رئيس. وأساتذتها، فشكرا لكم، والشكر والامتنان لا يفيكم حقكم، فلكم منا العلماء والمشاركين كل الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة في الإعداد لهذا المؤتمر. كما أتوجه بالشكر للسادة العلماء أعضاء اللجان الاستشارية والعلمية والتحضيرية، فلولا جهودكم وتنسيقكم المشترك لعدة أشهر، يمكن نحكي سنة أكثر من أشهر دكتور، لما كان لي أن أقف متحدثة لهذا الجمع العزيز من المعنيين بالكيمياء وشؤونها. أكرر شكري لكم جميعا مشاركين وقائمين على المؤتمر، وأسأل الله أن يكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أنتقل قليلاً اللغة الإنجليزية لأرحب بضيوف الأجانب. Ladies and gentlemen, welcome to Jordan. Welcome to our conference from the Jordanian Chemical Society. I'm the president of the Jordanian Chemical Society. It's been for a long time in Jordan since the 70s. I'm the president by election, and today is the conference in cooperation with the presidents, with the Chemical Society. So welcome to Jordan, welcome to our conference, and we hope that we listen to your lectures and get benefit for all of us, and especially for our students. Welcome, and thank you for being here. Her Excellency Dr. Mouazza Al-Shamsi, I would like to invite her to deliver her speech. أصحاب السعادة والسيادة، الأخوة والأخوات، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام
تحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان الناس يتنافسون على هذه الأرض البسيطة لتحقيق الأمنيات في تسخير الطبيعة واختراع واكتشاف كل سبل العيش المريحة، وقد تجاوزت هذه الاكتشافات حدود الأرض لتصل إلى الفضاء والمريخ. والكيمياء أساس لكل ما في حياتنا، ابتداءً بمكونات الأرض التي نعيش عليها وكذلك الأغلفة التي تحيط بنا. وكما نعلم أن أي تغير في هذه الأرض أو خارجها هو عبارة عن تفاعل بين المادة والطاقة التي سخرهما الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المؤتمر يتضح لنا هذا التفاعل ودوره في التنمية المستدامة والعلاقة بين التغير والابتكار والتقانة، حيث تتناول هذه المحاور معظم فروع الكيمياء العضوية وغير العضوية، الفيزيائية والتحليلية والصناعية والكيمياء الخضراء وكيمياء المواد وغيرها، ما يجسد الدور الشامل للكيمياء في التنمية المستدامة والبيئة والحياة من جميع جوانبها. من كل هذه الأهمية للكيمياء جاءت فكرة تأسيس اتحاد الكيميائيين العرب، التي بدأت كفكرة في الستينيات من هذا القرن، حيث أنها بدأت كما سماها المؤسسون حبة الحنطة. وكانت الفكرة في المؤتمر الكيميائي الذي عقد في جمهورية مصر العربية في القاهرة عام 1969، وتم التأسيس الفعلي لاتحاد الكيميائيين العرب في العام 1976 بجهود جبارة من الكيميائيين في كل من مصر والسودان وليبيا ولبنان والعراق والأردن وسوريا والمغرب. ومن أهداف هذا الاتحاد تعريف المجتمع العربي بدور الكيمياء في التطوير والتنمية، دعم وتشجيع العاملين في مهنة الكيمياء والنهوض بمستواهم العلمي بالوطن العربي وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات بينهم، دعم الجمعيات والنقابات الكيميائية لتحقق أهداف اتحاد الكيميائيين العرب، وغيرها من الأهداف السامية والمتجددة بتجديد النظام الأساسي لاتحاد الكيميائيين العرب. وتنضم تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب جميع الجمعيات والنقابات العربية في الدول العربية، وتعقد اجتماعات دورية تستضيفها إحدى هذه الدول أو هذه الجمعيات، وتدعو مندوبي الجمعيات لحضور هذه الاجتماعات بشكل دوري سنوي. وقد نظم الاتحاد العديد من الأنشطة والمؤتمرات والورش والدورات والمعارض والكثير من الفعاليات على مدى هذه السنوات. هناك مؤتمرات خاصة بالاتحاد، مؤتمرات دولية، وسيكون إن شاء الله هذا العام المؤتمر الدولي 18، والذي سوف تستضيفه الجمعية الكيميائية المصرية بطبعاً جمهورية مصر العربية. وتتنافس الجمعيات في خدمة الكيمياء وتعزيز دور الكيميائيين. وقد عقد الاجتماع 40 لاتحاد الكيميائيين العرب في مارس 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي في قاعة فزعة لوزارة الداخلية بإكسبو 2020 برعاية من الجمعية الكيميائية الإماراتية. وعقد الاجتماع الأخير وهو 41 في طبعاً برعاية الجمعية الكيميائية المصرية في جمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة. والجمعية الأردنية من الجمعيات الرائدة، فبرعاية الجمعية الأردنية تم في طبعاً في العام القادم أيضاً تكريم الدكتورة عبير البواب كشخصية العام 2020، وطبعاً كرمت في جمهورية مصر العربية من قبل اتحاد الكيميائيين العرب، وهذه عبارة عن يعني مسابقة يخوضها البروفيسورات على مستوى الوطن العربي، ولها كريتيريا معينة وستاندرز للفورم اللي يعني از كومبيتيشن، وطبعاً يحضرون فيها يعني العديد من الشخصيات، وبالتالي تم اختيار الدكتورة طبعاً عبير وكرمت في العام 2022. حيث أن الجمعية الأردنية من الجمعيات المؤسسة للاتحاد بجهود العلماء والباحثين الأردنيين
ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لقامة من قامات الكيمياء، وهو الشخصية الرائدة في مجال الكيمياء والعمل التطوعي، والذي استعنت به كثيراً في تأسيس الجمعية الكيميائية الإماراتية، وهو البروفيسور الدكتور سلطان أبو عرابي، وهو كان المحفز لي والمشجع لتأسيس أول جمعية كيميائية إماراتية في العام 2010 التي أشهرت من قبل وزارة تنمية المجتمع وانضمت للاتحاد في نفس العام اللي هو 2010، وأيضاً استضافت اجتماع اتحاد الكيميائيين العرب في أغسطس من نفس العام. وفي العام 2013 أيضاً استضافت الجمعية الكيميائية الإماراتية أولمبياد الكيمياء العربي، وطبعاً كان من 17 دولة عربية، واستمرت إنجازات الجمعية طبعاً وأيضاً باستشارة مستمرة من سعادة الدكتور سلطان أبو عرابي، وطبعاً استضفنا 4 اجتماعات وكذلك المؤتمر الدولي لاتحاد الكيميائيين العرب في مارس 2017، المؤتمر الدولي 17. هكذا تكون الإرادة والطموح للكيميائيين في دولنا العربية، فرؤيتنا الارتقاء بالكيمياء من الدول العربية للعالمية. وما هو بغريب على دولنا العربية، فالكيمياء بدأت منا حيث جابر بن حيان، وها هي ترتقي بعلمائنا الآن. طبعاً أنا أتمنى أن تستمر هذه الأنشطة، هناك أنشطة على مستوى الجمعيات مثل المؤتمر اللي نشوفه اليوم، وهناك طبعاً أنشطة يحفزها أو يتبناها الاتحاد، مثل إن شاء الله في شهر أكتوبر بيكون الأسبوع العربي للكيمياء، وهذا طبعاً نشاط مشترك بين جميع الجمعيات في وطننا العربي. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. بالسلام بدأت وبالسلام أختم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear professors, ladies and gentlemen, good morning. It's my pleasure to be with you in this conference in lovely city Amman. I am Moses Saif Madar al-Shamsi, Secretary General of Union of Arab Chemists and President of Chemical Society, United Arab Emirates Chemical Society. I will give you an overview of the Union of Arab Chemists, which was founded in 1976 with support of many societies around the Arab countries, including the Jordanian Chemical Society. This union served chemists by exchanging knowledge during conferences, meetings, and activities and seminars. And as Dr. Libna mentioned, that this conference shows the high collaboration of the Jordanian Chemical Society to exchanging knowledge. All the best for the speakers and wish you a useful scientific day. Thank you so much. The president of the Hashemite University, Prof. Dr. Fawad Abdelhaq Lesboun, to give his welcome speech. استمرات على عمان قلنا أحسن التواصل، لكن يبدو أن الحال واحد، ولا أعتقد أن الآلة والارتفيشال انتليجنس يستغني عن الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يشرفني أن أرفع إليكم باسم سيدتي صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة سمية التي اعتذرت في اللحظات الأخيرة لحضور هذا المؤتمر، تسلم عليكم وتحييكم فردا فردا، ونتشرف أن يكون هذا المؤتمر تحت رعاية سيدتي صاحبة السمو الأميرة العالمة ولله در الهاشميين الأمراء والعلماء، وسمو الأميرة سمية قصة نجاح في الأردن وسيدة متميزة ما نراه في الجمعية العلمية الملكية ومجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وجامعة سمية التي سميت باسمها إلا من الأثار الطيبة التي تدل عليها. اسمحوا لي أيضاً قبل أن أبتدأ، ونحن على أعتاب كوارث حلت بأمتنا العربية في المغرب الحبيب وفي ليبيا الحبيبة، فباسمكم وباسم المؤتمرين ومن هنا من أرض المملكة الأردنية الهاشمية ومن الجامعة الهاشمية أن ننقل إليهم أحر التحازي، ونطلب ونتوسل إلى الله العلي القدير أن يلطف بما جرى به. ثم أنتقل إليكم أيضاً أن أبلغكم وأعبر عن مدى سروري كرئيس الجامعة الهاشمية
وأنا قادم من الإنسانيات، واليوم تستأدب الكيمياء. هذا التخصص الذي أحببته شخصياً وأحبته معظم الجمعيات ومعظم من اشتغل في البحث العلمي، لأنه في الكيمياء هناك التفاعل وهناك مسرعات التفاعل، ونحن في البحث العلمي وفي الجامعات عقل الدولة نبض الأمة نهدف إلى التفاعلات الأكشن أند إنتر أكشن، وما الكيمياء إلا المثال الحي الذي يسرع هذا. فباسمي كرئيس للجامعة الهاشمية أن أرحب بالحضور الكريم أصحاب العطوفة والسعادة العلماء الأجلاء القادمون إلينا من خارج المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلنا الذين زارونا في هذا المؤتمر حتى نقطف ثمار هذا المؤتمر الخير بعد أن نتداول الأوراق العلمية في هذا اليوم ويوم غد في الجامعة الهاشمية. فباسمي وباسم الجامعة الهاشمية، هذه الجامعة التي نظرت نفسها أن تكون جامعة للوطن كبقية أخواتها في الجامعات الهاشمية، الجامعة الهاشمية أعلنها منذ اليوم الأول أنها إدارة بالمحبة. الجامعة الهاشمية تسير من المحلية إلى العالمية، الجامعة الهاشمية التي بلغ عدد خريجيها حوالي 100,000 طالب، الجامعة الهاشمية التي بدأت عام 1995 وكانت الإرادة الملكية عام 1991، الجامعة الهاشمية قدمت هدية وزكاة من أموال الهاشمية إلى الوطن، إنشاء بنك البذور الذي كلف 5 مليون دولار، بدأ في مركز البحوث الوطني في البقعة وسيكتمل هذا المشروع إن شاء الله في العام القادم. فباسم الجامعة الهاشمية أيضا نرحب بكم، ونتمنى أن تكون تداولات الأبحاث التي تتم في هذا اليوم واليوم القادم في خدمة الوطن وفي خدمة البحث العلمي وخدمة الإنتاج. ولم نرى من الكيمياء بالذات، وأنا أسمي كلية العلوم أم الكليات، وقسم الكيمياء هو أم الأقسام، لأنه يتفاعل مع الكليات العلمية، مع الطب والصيدلة والعلوم والعلوم الطبية التطبيقية، وحتى الكيمياء البشرية. عندما تريد أن تعين من يساعدك في العمل تقول ما في كيمياء بينه وبينه. درسنا في الأدب the alchemy and the function of alchemy in bringing people together in acting and interacting and also in speeding up the process of coming together. ولذلك نعول عليكم كثيرا، أحييكم فردا فردا، وأحيي اتحاد الكيميائيين العرب، وأحيي الضيوف الكرام الذين شرفونا في هذا اليوم الطيب، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تأتي هذه الأبحاث وهذه الكلمات التي تلقى أكلها، وما ينفع الناس يبقى في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض. لا أريد الإطالة عليكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم وأكثر الله من أمثالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي يعقد برحاب الجامعة الهاشمية للكيمياء، والكيمياء كما يقول الكل أنها أم الأقسام وأم العلوم، تتقاطع مع كافة التخصصات العلمية، وهذا بالشراكة مع المجتمع المحلي وجمعيات عالمية ودولية واتحاد الكيميائيين الأردنيين واتحاد الكيميائيين العرب. وهذا المؤتمر يأتي لأبحاث وتقديم نتائج تخدم الصناعات وتخدم علوم الطبية وتخدم الصيدلة وتخدم علوم الطبية التطبيقية، وكذلك المنتجات التي لا علاقة في الكيمياء. لا يكاد منتج لا صناعي ولا زراعي إلا وتدخله الكيمياء. ولذلك يأتي هذا المؤتمر بدعوة الكينوت سبيكرز، متحدثين العلماء الأفاضل من خيرة الجامعات العالمية لزيارة في الجامعة الهاشمية، ويعقد هذا المؤتمر على يومين في الجامعة الهاشمية، ثم ستنشر الأبحاث إن شاء الله في مجلة الكيمياء الأردنية، وسيعود هذا بالنفع على أقسام الكيمياء في العالم العربي وعلى طلبة الكيمياء والدراسات العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. جرت العادة أن الجمعية الكيميائية الأردنية سنويا تعقد مؤتمرها الكيميائي الأردني، وكل سنة تبلغ بالتعاون مع أحد الجامعات الأردنية الحكومية أو الخاصة. هذا العام قامت الجمعية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية بعقد المؤتمر 18، وحقيقة هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة الهدف منها هو توثيق العلاقة ما بين الكيميائيين الأكاديميين وفي الصناعة داخل الأردن وخارج الأردن، ويبحث هذا المؤتمر في الكيمياء المتنوعة من كيمياء عضوية وكيمياء غير عضوية وفيزيائية وتحليلية وطبية وصيدلانية. في كثير من العلماء اللي أتونا من خارج الأردن
من الدول العربية ومن الدول الصديقة. فهذا المؤتمر مثل ما أسلفت يأتي خلينا نقول انسجاما مع توجهات الجمعية الكيميائية الأردنية التي تحاول تربط بين العلماء الكيميائيين في مختلف العالم. كان لي الشرف الكبير أن أكون رئيسا للجمعية الكيميائية الأردنية للسنوات السابقة، وكنت رئيسا لاتحاد الكيميائيين العرب، ومثل هذا المؤتمر يعقد في كل الدول العربية بالتعاون ما بين اتحاد الكيميائيين العرب والجمعيات الكيميائية في الدول العربية. كثير من المرات ندعو علماء من أمريكا، من ألمانيا، من بريطانيا، علماء أجانب وعلماء أردنيين وعرب الذين يقضون خلينا نقول حياتهم في الدول الغربية. للأسف أنه في عندنا هجرة الأدمغة العربية إلى الخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى دول أوروبا. نحاول بقدر الإمكان أن نستقطب هؤلاء العلماء العرب ونستفيد من تجربتهم في الكيمياء وفي التخصصات المختلفة. الآن يوجد جزء كيميائيين أردنيين خارج الأردن أكثر من الكيميائيين اللي موجودين في الأردن، فلذلك هذا المؤتمر مؤتمر مهم، مهم جداً. كثير من الشركات الصناعية الأردنية الكيميائية مثل البوتاس، مثل الفوسفات، مثل الصناعات الدوائية، الأسمدة وما إلى ذلك. فلذلك نعول على عقد مثل هذا المؤتمر سنوياً، ونتمنى إن شاء الله النجاح لهذا المؤتمر، والشكر الجزيل لحضراتكم أنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا نبينا محمد. طبعا وياكم الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب موزة سيف مطر بن سبت الشامسي. طبعا أنا حضرت اليوم لهذا المؤتمر، المؤتمر 18 الأردني، لتوضيح أولا دور الجمعيات في الأنشطة التي ينظمها الاتحاد، وهناك أنشطة فردية تنظمها الجمعيات مثل هذا المؤتمر، وطبعا تحت رعاية ومتابعة اتحاد الكيميائيين العرب. اتحاد الكيميائيين العرب هو مؤسسة تضم جميع الجمعيات والنقابات الكيميائية العربية في الوطن العربي، وطبعا هناك أنشطة مشتركة مثل الأسبوع العربي للكيمياء، مثل المؤتمرات الدولية الخاصة بالاتحاد، هذه ينظمها الاتحاد وتكون تستضيفها دولة من الدول. أما اليوم المؤتمر فهو نشاط للجمعية الكيميائية الأردنية مع التعاون طبعا مع الجامعة الهاشمية، وإحنا أنا جيت لهذا المؤتمر طبعا أول شيء لحضور أوراق العمل وتعزيز هذه الجمعية النشطة، وكذلك أيضا يعني طبعا عشان نوضح دور الاتحاد الكيميائيين العرب في تعزيز هذه الجمعيات وما هي الأنشطة، ونشجع الجميع على تكوين جمعيات كيميائية والانضمام لاتحاد الكيميائيين العرب. السلام عليكم. أعرف على نفسي، أنا اسمي الدكتورة عبير فايز البواب، رئيسة الجمعية الكيميائية الأردنية للدورة الثالثة. لقد يعني من حظي الجميل أنه تم انتخابي لأكون رئيسة الجمعية، وأني أوظى بمحاور وعمل الجمعية الكيميائية الأردنية. لقاءنا اليوم سببه المؤتمر 18 الأردني الذي يعقد في رحاب الجامعة الهاشمية وبالتعاون الوثيق معهم، وهو عبارة عن مؤتمر متخصص يتخلله بعض الحوارات والجلسات الحوارية ليأتي متزامنا مع حاجات البلد من العلم والتعريف، ولكن من وجهة نظري أهم هدف سوف يحققه هذا المؤتمر إن شاء الله هو تعرف طلابنا الدراسات العليا مع كافة العلوم الجديدة والأبحاث العلمية المرموقة من قبل باحثينا في الأردن وفي العالم العربي وفي العالم الأجنبي. فسوف يكون المؤتمر خلال يومين يتخلله محاضرات، لقاءات اجتماعية، جلسات حوارية وتوصيات بالنهاية ماذا توصل له هذا المؤتمر المرموق. وكما ذكرت أنه المؤتمر 18 للجمعية الكيميائية التي بدأت نشاطاتها من منتصف الستينات، كما تواكب حضور هذا المؤتمر أمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب التي عرفت عن الاتحاد الكيميائيين وعرفت عن وجود الكيميائيين الأردنيين بقوة في هذا الاتحاد وفي غيره من الاتحادات العالمية كاتحاد الأيوباك واتحاد الأسياوي الذي هو فاكس. فوجود الجمعية قوي في هذا، والأهم شيء هو توطين علاقات الكيميائيين مع بعض، وأيضا تعريف الجيل القادم بأهمية الكيمياء وتداخله مع بقية العلوم.
وشكرا لكم. السلام عليكم، أنا الدكتور عبد السلام قرعوش، أحد أعضاء اللجنة التنظيمية في الجامعة الهاشمية، الجهة المنظمة بالاتفاق مع الجمعية الكيميائية الأردنية للمؤتمر الكيميائي 18 في صيغته وحلته الجديدة. في هذا المؤتمر غيره عن المؤتمرات السابقة تم استدعاء بروفيسورات من جامعات غربية، بدلا من أن نذهب إلى الجامعات الغربية نذهب بالغرب ونأتي به إلى الجامعات الأردنية. البروفيسورات الذين تم استضافتهم من مجالات مختلفة ومتعددة تهم المجتمع المحلي وتهم على أساسه الصناعة المحلية، فللأجل هذا الكلام وجعله في بوتقة واحدة نود جعل هذا الكلام أكثر ما يمكن الاستفادة منه في بشكل مباشر من الطلبة أنفسهم، من أعضاء الخبرة أو أصحاب الخبرة، من الشركات والمصانع والجامعات الرسمية والخاصة على هذا الأساس في بوتقة واحدة. اليوم افتتاح للكلمات لأعضاء ثلاثة منهم، وإن شاء الله يوم غد بإذن الله سيكون يوما حافلا على مدار اليوم كامل إن شاء الله، فهو على مدار يومين بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق من الله، لكن أولا وآخرا نترك الخيار والكلام للمشاركين إن شاء الله لردة الفعل، وإن شاء الله يكون بإذن الله من زايد لزايد. كل التوفيق للجامعة الهاشمية ولجامعاتنا الأردنية إن شاء الله ككل، والتوفيق المزيد من التوفيق للجمعية الكيميائية الأردنية. دكتورة آلاء يوسف غيضان، أستاذ مساعد في النانو تكنولوجي وباحثة في المجال الاكتشافات الدوائية. إحنا اليوم أول يوم للمؤتمر الكيميائيين، طبعا كانت مشاركات من الجهات الغربية والأردنية، طبعا اكسشينج نوليدج وتبادل في المعلومات الحديثة وما توصل العلم اللي هو الابديتنج لإله. وهذا المؤتمر كتير بفيد الباحثين خاصة مش فقط الكيميائيين وإنما في الاكتشافات الدوائية والصناعات أيضا، ونحن نفخر إن شاء الله بتسجيل هذه الصناعات ونطمح مثل ما إحنا جبنا الخبرات من خارج المملكة الأردنية الهاشمية واستضفناهم هنا يعني شيء من الترحيب كوطنهم الثاني، فإحنا كمان نرحب بالجهود ونرحب بتطوير المجالات الدوائية ونطمح إنه نعمل منتجات ميد إن جوردن. فإن شاء الله موفقين، وغدا لقائنا في الجامعة الهاشمية. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. لا بتسوي منتج ليش كمان؟